قوم قوم شوف شو الحل. انا ابي بنتي. قوم يا ريال، انت ليش بارد؟ اي اهدي وصدقيني ما راح يسوون فيها شيء. هم يبون اشياء وايد من خوله، اذا سووا بشهد شيء صدقيني بيروحون فيها. وخوله هذه منو؟ انا اسفه يبا، مو قصدي. سيبوا عاد ارحم حالنا شوي، احنا بنموت. منو هذه خوله؟ ايش تطلع؟ ايش تبي سالفتها؟ بطل الباب، بطل الباب بسرعة الله يخليك. ايش فيك صاير؟ بطل الباب عشان خاطري، بطل الباب بليز بليز. ان شاء الله ان شاء الله. ايش فيك عسى ما شر؟ حرك. من انتي؟ اذا مسكوني راح يذبحوني. منهم هذيلا وليش بيسوون فيك كذي؟ حرك. ان شاء الله ان شاء الله. ايش فيك عسى ما شر؟ وش كانوا يبون منك لاحقينك؟ ما ادري. ما أدري إيش كانوا يبون مني، أنا وايد خايفة. أنت شفتهم؟ إيه شفتهم. ما أدري إيش يبون. أنا حاسة إني مو قادرة أتنفس. بليز أبي ماي. إن شاء الله إن شاء الله. أنت بس هدي شوي الحين، أمر بقالة ويبلش ماي. حاضر. قلبي قاعد يرجع. إن شاء الله هدي. حسنا قلبي وقف. إن شاء الله إن شاء الله بكل العافية. زين وبعدين إيش صار؟ رحت أخذت لها ماي. هاتي شربي ماي. وين تبيني اوصلك؟ الوقت متاخر، بروح البيت. هاي قومي قومي بنيه قومي. ولا ايه؟ مو وقته. ناقصك انا روح بلاوي على راسي بعد. زين وبعدين انت سويت؟ بصراحه ما ادري ايش اقول لك يا بنيتي. ما سويت شيء، ما ادري وين اروح. يا معود تكفى يرحم امك، عطني الشقه بس يومين. اي البنيه كاهي طايحه عندي بالسياره. تكفى يرحم امك، اقول لك ما عندي مكان. تقولي دب وين ادبر؟ انا ابي عندك يومين بس، اعطيك السعر اللي تبيه، ما عندي مشكله. زين انت حنكلم الحارس يمكن يوافق. كلمه شوفه يلا. واول ما دشينا الشقه تفاجأت. انا لازم اطلع من هنا وبسرعه. هي وين تبي تطلعين؟ اللي يبونك اخطفوا بنتي الحين، تجيبي لي اياها. بنتك ما فيها شيء، باكر بترجع لك. لحظه، صبر صبر صبر. هذا ليش يبون منك بالضبط؟ سالفة طويلة مو وقتها الحين. لا لا، سالفتك عندي كلش مو مهمة. أنا أبي بنتي والحين. قلت لك بنتك باكر بتكون عندك. بتروحين لهم؟ لا. بي عندكم.